ما يعني هذه الإمكانية؟ ما تمثل حقا هذه التكنولوجيا الحديثة؟ منذ فترة بعيدة، أي منذ 11 سنوات عندما بدأنا بالجراحة الانكسارية وشكلنا المركز الأول لإزالة الديوبتريبيلايزر، كان يمثل ذلك قاعدة لمجيء كل أنواع الليزر فيما بعد. الليزر ذي الخزمة الضوئية الرقيقة، الخزمة السريعة الذي كان يزيل الديوبتري بصورة رائعة، والذي كان يترك سطح القرنية مسقولا. وفيما بعد، في فترة استمرت عقدا تقريبا، خرج عدد كبير من المرضى المرتاحين. تتجسد هذه الخطوة إلى الأمام في ليزر ذي السرعة الأكبر بالكثير، الذي يزيل في مدة بضعة دقائق أكبر الأحجام الديوبترية بدون وجع، ومع نتائج الرقيقة بصورة رائعة. خاصة وهناك الإمكانية للإجراء المحدد مسبقا، أي للإجراء الذي تم تكييفه إزاء كل المريض على حدته، أي إزاء كل العين على حدتها، بناء على إمكانية التشخيص المتقنة التي تحتويها هذه التكنولوجيا، التي تعطي الفرصة لنا أن نكتشف التغيرات الأكثر دقة في تركيب العين، أي في تركيب القرنية، وأن نرى التغيرات الأكثر دقة التي لم يكن من الممكن أن نراها بناء على تكنولوجيا سابقة. وبهذا الأسلوب لا نستطيع أن نصحح الديوبتري فقط، بل نستطيع أن نصحح التشوهات المعينة في القرنية التي كانت تمثل صعوبة شخصية للمريض، ونحصل الآن على الاستجابة الشخصية الرائعة من قبله. لا تتجسد الدقة الكبيرة لهذا الليزر، الأمر الذي أعلن قمة لتكنولوجيا راهنة، في سرعة الخزمة الضوئية فحسب، بل في سرعة المضاعفة مرتين لـ اي تراك، أي النظام الذي يتابع حركات العين الرقيقة مع تأخير البالغ 303 ميلي ثانية. يعني ذلك أن لدينا في كل لحظة مركز الهليمة، أي حدقة العين، بغض النظر عن حركات العين الرقيقة الموجودة طبيعيا، والتي كانت غير قابلة لنظر إليها بعين مجردة. من هنا تأتي الدقة الكبيرة لهذه التكنولوجيا القائمة على الليزر. يقوم بالعمليات القائمة على الليزر الأستاذ بابا روسيوال، وفيما يخص الأطفال فيقوم بالتصحيحات القائمة على الليزر لدى الأطفال الأستاذ رودولفو تراتا، الذي يترأس قسم طب العيون للأطفال في مستشفى سفيتيفيد الخاص.